السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننظر للفترة المرحلة السياسية في مصر من بعد حدوث الثورة في عام 1952 يوليو عام 1950 إلى عام 1962. في الفترة دي جمال عبد الناصر أو مجلس قيادة الثورة لغوا كل الأحزاب وقالوا لا أحزاب بعد اليوم، وأسسوا في عام 1953 في 23 يناير 1953 ما نسميه هيئة التحرير، وكان شعارها الاتحاد والنظام والعمل. وبعدين في سنة 1957 3 نوفمبر 57 أسسوا حاجة اسمها الاتحاد القومي، وبرضك كان الحزب الواحد الأوحد. وبعدين في 1962 في 4 يوليو 1962 أسسوا حاجة اسمها الاتحاد الاشتراك العربي. كان كل التأسيس ده برئاسة عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة أو من يختارونه، وده كان بدء مرحلة الفساد الكبرى في مصر. وبجد بعد كده القوانين الاشتراكية اللي هي سلبت كل الأموال من الناس. أنا بس هذكر بعض الوقائع اللي أنا عشرتها أو عصرتها بنفسي في الحلمية في أيام الحلمية. أول واحدة كانت الانتخابات في اللي هو الاتحاد القومي، وكان دي يمكن 58 أو 59، وكان في شاب جميل جدا صغير وسيم نازل الانتخابات عن قسم الخليفة ضد رجل عجوز في المنطقة يلبس طربوش ويلبس بالتو. كان الشاب ده اسمه مصلحي خليل، والرجل الآخر كان اسمه عبد الرحمن البنا. طبعا سيد عبد الرحمن البنا ونجح مصلحي خليل. من الفساد اللي احنا لقيناه ان احد الاشياء اللي استطاع مصلحي خليل يحصل عليها هو انه اسس مدرسة اسمها مدرسة مصلحي خليل للتعليم الثانوي التجاري، وده كان احد القصور او الفلل القديمة في حي الحلمية اللي هو اعطيت له لا ادري هل بالايجار هل ملكية الى اخره. وتحول هذا النائب الشاب الصغير الجميل اللي هو وما احنا كلنا ماشيين وراه في الشوارع الحلمية نقول انتخبوا مين مصلحي خليل الاخر، الى رجل اعمال كبير زي اللي احنا بنشوفهم في السينما في هذه الايام. الشيء الاخر اللي بردك ازعجني كثيرا اللي هو كان في الشارع بتاعنا سرايا على 4 نواصي، يعني مساحتها تساوي 5000 او 6000 متر مربع، وكانت على 4 نواصي، وكانت اسمها سراية عيسوي باشا زايد، يعني كانت دي ملك أحد الباشوات اللي كانوا عايشين في منطقة الحلمية. بين عشية وضحاها لا ندري كيف حدث هدمت هذه السرايا وتحولت لمدرسة تجارية ثانوية، ولا نعرف هل هذه اشتروها من صاحبها أخذوها. ودي كان قوانين الاشتراكية لما حصلت أخذت كل أملاك هؤلاء الناس دون إذن منهم إلى آخره. فطبعا دي من الحاجات، انا لست ضد ان نعمل مدارس ثانويه تجاريه، لكن انا ضد ان انا انتزع الملكيه بغير حق من اصحابها. النقطه الثالثه اللي احنا بنتكلم عنها هي المحاكم الشرعيه. كان في الحلميه او في حته اسمها بركه الفيل مقر المحاكم الشرعيه. اول شيء عمله عبد الناصر او النظام الثوري اللي هو لغى المحاكم الشرعيه الاسلاميه وحولها للنظام العلماني السويسري او الفرنسي اللي هو استبدله. لكن مش كده فقط، اخذ كل ممتلكات هذه المحاكم الشرعيه وحولها الى مشاريع اخرى دون موافقه اصحاب مثل هذه المشاريع. لما نتكلم عن مثل هذه الاشياء نجد ان الحلميه كانت تتمتع بوجود مجموعه كبيره جدا من الفلل والقصور التي تحولت الى بين عشرات وضعها الى مدارس والى مراكز والى اشياء اخرى لا نعرف اين اصحابها. هل ده اشتروها من اصحابها او هل هذه اممت كما اممت الاشياء الاخرى؟ من الاشياء الاخرى برضك اللي حصلت كان اختي الكبيره ليها مدرسه وهي في ثانوي، والمدرسه انتقلت من الحلميه الى منطقه ثانيه اللي هي قريبه من عماره يعقوبيان، وطبعا العمارات دي كلها كانت ملك الأوقاف إلى آخره أو ملك مؤسسات أخرى. فبين عشية وضحاها طبعا هذه المدرسة كان لها بعض أولاد عمها كانوا في مجلس قيادة الثورة، فانتقلت هذه المدرسة من الحلمية إلى شقة فسيحة غير عادية لا نعرف كيف حصلت عليها إلى آخره إلى آخره. لما ننظر لمثل هذه الأشياء في الفترة اللي هي ما بين الخمسينات إلى أول الستينات وتطبيق القوانين الاشتراكية نجد أن دي أول
الفترات في الفساد، الفساد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في الدولة المصرية بعد الثورة اللي احنا صحينا من النوم كلنا في 23 يوليو عام 1953 وقالوا لنا ان انت الشعب عمل ثورة، سقفوا يا ناس، طبلوا يا ناس، ارقصوا يا ناس الى اخره. طبعا انا بشكركم على انكم شاهدتوا الفيديو وارجو انكم تفعلوا جرس التفعيل وتشاركوا الفيديو ده مع اصدقائكم ومع حبايبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.